تواجدنا هنا ما هو إلا تواجد تلبية لنضالاتنا. تأتي هذه المحطة كمحطة ثالثة بعد محطتين نضاليتين سابقتين، وهذه الخطوة هي خطوة تصعيدية، خطوة في إضراب عن الطعام أو خطوة البطون الفارغة. مطالبنا معروفة وواضحة، تأتي جراء مظلوميتنا الواضحة للعيان. نطالب بالترقي إلى الدرجة الأولى دون شرط أو قيد، نظرا لما طال هذه الفئة من حيف. هذا الحيف يتمثل في كوننا ولجنا هذا المرسوم بمدخلات لا توازي بتاتا المخرجات التي خرجنا بها، بحيث أن أغلب الأطر الإدارية المتظاهرة بمديرية الموارد البشرية بالرباط هي أطر ذات كفاءة عالية، بشهادة رؤسائنا، بشهادة المدير الإقليميين، بشهادة لجان المصاحبة التي وكبت عملنا طيلة السنة الدراسية للموسم الجاري. نتوفر على أقدمية قد تصل إلى 15 سنة، أقل أقدمية 9 سنوات، نفاجأ بقرصنة السنوات الأقدمية والحرمان من الترقي إلى الدرجة الأولى. كيف يعقل أن يقيم أو يمنح نقطة لإطار تربوي، أن يمنح متصرف تربوي لإطار تربوي أو مدرس مثلا إطار تربوي في الدرجة الثانية ومدرس ينتمي إلى الدرجة الأولى؟ كيف يمكن أن نمنح هذا الحق أو أن نقيم ونحن أيضا نفتقر إلى هذا؟ نطالب بالترقية المستعجلة، نطالب إلى الالتفاتة المستعجلة إلى ملفنا المطلبي، ونطالب بعدم التعجيل لما لهذه الفئة من دور ريادي في قيادة المؤسسة التعليمية وفي قيادة التغيير، وخصوصا في الفترة الراهنة يعني فترة الامتحانات الإشهادية إلى غير ذلك، ونطالب بعدم الاحتكام إلى رجعية القوانين، لأننا ولجنا هذا الإطار في غياب صريح لأي تعاقد بين الوزارة المعنية وبين المتصرفين التربويين، في غياب صريح لأي رؤية لهذا الإطار، في غياب صريح لمخرجات هذا الإطار. إذا لا يجب أن تطبق رجعية القوانين، ويجب أن كأقل جبر للضرر هو الترقية إلى الدرجة الأولى. هادو أطر إدارة تربوية، خريجو مسلك الإدارة التربوية باختصار شديد، الذين ولجوا مراكز التكوين قبل صدور هذا المرسوم، هذا المرسوم الذي قرصنا جميع حقوقهم بما في ذلك الحق في الترقي. مطالب هذه الفئة هي كالتالي: أولا إصدار لائحة استدراكية بأسماء جميع من اجتازوا الامتحان المهني بدون استثناء، وأركز على هذه الكلمة. المطلب الثاني هو ألا تشمل مقتضيات هذا المرسوم الفئات التي ولجت المراكز قبل صدوره، يعني من 2018 فما قبل ذلك، المرسوم ما يشملش هذه الفئات. المطلب الثالث وتا هو اللي غنضلوا عليه، وهو تجويد هذا المرسوم ليضمن لهذه الفئة التخرج بالدرجة الأولى من المراكز إسوة بمجموعة من الفئات، لأن صراحة عيب أن تطلب الوزارة مجموعة من الشروط. هذه الأطر تمر مجموعة من العمليات، امتحانات إلى غير ذلك، وفي التالي مخرجات تكون هزيلة ولا ترقى إلى الكم وحجم المهام المنوطة بهذه الفئة. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.